بالغ العباسيون في عدائهم للعلويين والتنكيل بهم، ومارسوا بحقهم ظلماً لم تمارسه الدولة الأموية، ولطالما كان الإمام من آل بيت النبي عليهم السلام أول المستهدفين. عاصر الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في حياته الشريفة 4 من الخلفاء العباسيين، وتعرض في فترة حكمهم لسلسلة من المضايقات والاعتقالات. في خلافة المنصور الدوانقي كان الإمام جليس داره، ولم يلتقي إلا بعدد قليل جدا من الصفوة المخلصة من أصحابه بحذر وترقب، مما جعل المنصور لا يعيش الخوف من الإمام عليه السلام. ولهذا لم يروى أن المنصور قد أرسل في طلب الإمام الكاظم عليه السلام. اعتقل الإمام الكاظم لأول مرة في خلافة محمد المهدي، بعد أن طلب ذلك الآخر من واليه على المدينة أن يرسل الإمام إلى بغداد، وبعد وصوله لبغداد أمر بزجه في السجن، لكن العناية الإلهية حالت دون أن يمكث طويلا فيه، بعد أن رأى الخليفة في منامه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يخاطبه: يا محمد، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فأطلق الخليفة حينها سراح الإمام وأرجعه إلى مدينة جده. وفي خلافة الهادي، وبعد كارثة فخ واقتراف العباسيين جريمة بحق العلويين، توعد الخليفة الإمام باعتقاله وسجنه، ولكنه هلك قبل تحقيق ذلك. وفي حكم هارون لم يطق الخليفة صبرا على وجود الإمام فأمر باعتقاله، وأرسل الإمام إلى البصرة عند واليها عيسى بن جعفر، وبقي في السجن سنة واحدة، ثم أرسل إلى بغداد إلى سجن الفضل بن ربيع، وقضى فيه وقتا طويلا. ولشدة إعجاب مدراء السجون وحراس الإمام وتأثرهم بشخصيته وتقواه وزهده، كان الخليفة ينقل الإمام من سجن إلى سجن، فمن سجن عيسى بن جعفر في البصرة إلى سجن الفضل بن الربيع ببغداد، إلى سجن الفضل بن يحيى البرمكي، وأخيراً إلى سجن السندي بن شاهك مدير شرطة بغداد، الذي شدد على الإمام كثيراً وضيق عليه. أمضى الإمام الكاظم عليه السلام في سجون هارون 7 سنوات، وقيل 13 سنة، وبعد أن صب هارون عليه جميع أنواع الأذى أقدم على قتله، فأوعز إلى السندي بن شاهك بدس السم للإمام عليه السلام ثم التخلص من مسؤولية قتله. وبعد أن دس السم في طعام له، أحضر له السندي القضاة والعدول ليشهدوا عند الناس بأنه ليس به علة ولا مرض ولا ضرر. وكابد الإمام موسى الكاظم عليه السلام آلام السم الذي سرى في جسده أياماً متتالية قبل أن يستشهد ويلتحق بالرفيق الأعلى. بعد استشهاده أمر السندي بن شاهك أن يخرجوه على نعش ويضعوه على جسر الرصافة ببغداد، وينادوا عليه: هذا إمام الرافضة فاعرفوه، إلى أن خرج سليمان بن جعفر عم الرشيد وأخذ الجنازة منهم، فجاء الناس وشيعوه حتى دفنوه في مقابر قريش ببغداد.